مش موجود وصاير. طب يا فندم مش موجود مش موجود، بتزعل ليه؟ السلام عليكم. غير موجود وظايف، وظايف غير موجود، وظايف موجود غير، أظن مفهوم. مفهوم يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته والسلام عليكم. بركات الله عليكم ورحمته سلام. أنت سبق لك اشتغلت في محلات قبل كده؟ أيوه. محلات إيه؟ معمل كازوزة. وجاي من معمل كازوزة اشتغل هنا في دكان دخخني؟ كل وقت العيش يا فندم. صعدة بتولع بنار ودوكة بتساعة بتلج، لكن ده بينشرب وده بينشرب. عندك ضمانة 500 جنيه؟ 500 جنيه؟ عشان ايه؟ عشان المحل، البضاعة اللي فيه، تأمين. تأمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته والسلام عليكم. بركات الله عليكم ورحمته سلام. اللي عنده مخ ما يباتش من غير عشاء ابدا. انا مره كنت جعان ولا فيش في جيبي مليم واحد، دخلت عند واحد بقال: عندك جبنه بيضة؟ ايوه. طب وريني لما دوق. لا دي حاجه، وريني غيرها. لا دي قديمه، الزيتون خلو كتير، البصطر ما نشفى، نهايته في مسافه 5 دقايق. كنت دقت الدكان كلها واتعشيت، لا دفعت الابيض ولا اسود. اسمع يا نعم فندم. عندك جبنه بيضه كويسه ودبل كريم كمان؟ دواني كده لما اشوف. اتفضل. لا لا حد قوي. وبكام دي؟ دي لقى ب36 قرش. غالي قوي قوي. عندكم جبنه رومي شغل بره؟ في بس ب 120 قرش. 120 150 مش مهم. ورينا ما اشوف. ريحتها كده زي المخزنه. الزيتون بتاعكم ده مالكم تقليل الملح عليه كده ليه؟ والطرش ماله بدعبل كده؟ فين العيش بتاعكم؟ ايه حدوقه كمان؟ لا 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 ايه ده؟ هاتوا للزباين حاجات كويسة. وكام العلب ده؟ 12 قرش. ده مش فيومي. فيومي عندك اهو 15. لا مش قد كده. والتين ده مفيش ده متباع. يلا اتفضل. اتفضل قطعت رزقك.